نروح لأخبار ونتابع أخبار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق واللي أصبح حاليا هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية والاستراتيجية اللي بدأ مهام عمله بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقب عودته من أداء فريضة الحج الأسبوع الماضي. وقالت مصادر أنه تم تجهيز مكتب وسكرتارية خاصة للمهندس إبراهيم محلب بقصر الاتحادية لممارسة عمله خلال الفترة المقبلة.